فقيه في شهر، تطبيق فقيه، تجديد الاعتماد لمستشفى الدكتور سليمان فقيه، ناديك يجيك، إليكم تفاصيل هذه الأخبار. لأن صحتك هي غايتنا، الآن تم إطلاق خدمة عيادة عن بعد من خلال تطبيق مجموعة فقيه الطبية، والذي يقدم خدمة حجز المواعيد وإجراء الكشف الطبي عن بعد. تم تجديد الاعتماد لمستشفى الدكتور سليمان فقيه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجهة المقدمة للتطوير المهني، لمدة 3 سنوات من 2020 إلى 2022. وقد تم اعتماد المستشفى لأول مرة كجهة مقدمة لأنشطة التعليم الطبي المستمر عام 2008. ويقدم مستشفى الدكتور سليمان فقيه ما يقارب إلى 130 نشاطا طبيا لجميع الممارسين الصحيين بدون مقابل، وذلك دعما من المستشفى لكل الأطقم الصحية في جميع أنحاء المملكة. أطلق نادي أولمبيا الرياضي خدمة التدريب الرياضي عن بعد لمشتركي النادي، حيث يقدم مدربين حصصا تدريبية رياضية عن طريق التطبيق الإلكتروني المشهور زوم. دمتم بود، في أمان الله.